كنا برضه نتمنى ان الاربع انديه في دور ال 16 يصعدوا لدور الثمانيه وتاهلوا لدور الثمانيه لبطوله البطوله العربيه. لكن طبعا نادي الاتحاد السكندري اصطدم بنادي الزمالك، وهتبقى مواجهه صعبه جدا ما بين نادي الاتحاد السكندري ونادي الزمالك. ده بالنسبه لقرعه البطوله العربيه. ندخل بقى على اخبار المنتخب الوطني. زي ما انتم عارفين ان صلاح محسن مهاجم النادي الاهلي واللي تم استدعائه لقائمه المنتخب الوطني في المعسكر اللي جاي تعرض لاصابه ويحتاج وقت كبير جدا للتاهيل، ومن ثم مش هيكون متمكن ان هو يتم استدعائه للمنتخب الوطني قبل مواجهه سويسرلاند. لكن كمان المنتخب رفض استدعاء بديل ليه، يعني صلاح محسن خرج من القوام الرئيسي لمنتخب مصر، خرج من قائمه المنتخب الوطني ان شاء الله في المعسكر اللي جاي ومفيش هيكون في بديل. كان في بعض الاراء بترجح وجود وليد سليمان بعد تألقه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، لكن خافير اجيري المدير الفني المنتخب الوطني فضل عدم استدعاء بديل لصلاح محسن. في برضه حاجه حصلت امبارح كده، كان في 16 مخالفه في تقرير وزاره الشباب والرياضه على اتحاد الكره. اتحاد الكره تلقى طبعا زي ما انتم عارفين تقرير من وزاره الشباب والرياضه قال ان في 16 مخالفه على اتحاد الكره. كان من ضمن المخالفات دي او ابرز المخالفات دي، من ضمن المخالفات دي مخالفه بشان المنتخب الوطني الاول في عهد كوبر وحصوله على مكافئات بدون وجه حق، وتحديدا عقب مباراه البرتغال الوديه رغم ان المنتخب خسرها 2-1، لكن الجهاز